هي قالت انه في بعض الجمعيات للامانه هي ما اتهمتش كتل الجمعيات، لكن قالت انه في بعض رؤساء الجمعيات اللي تحايلوا ولعبوا باموال. اسمح لي، هذه تاع يتحايلوا ماشي هي اللي تحاسبهم، هذه ربي اللي يحاسبهم. وهذو ما الجمعيات راهم يخدموا فئه، راهم يخدموا فئه في المجتمع، هي فئه المواطنين. احنا ما نغطيش في الغربال، هي واحد ما يكون وصيع للمواطنين. احنا الاستاذه نقولوا لها رجعي كلامك، لانه الجمعيات المعوقين للمعوقين، احنا رانا معاقين، ماشي زعما رانا هيئات، احنا معاقين نتحملوا المسؤوليه نتاعنا كمعاقين، ماشي واحد يكون وصي علينا. احنا المعوقين لا حول ولا قوه. دوك يجي واحد يقول لك انت سرقت ولا انت تتقاضى 4000 واش تقدم؟ وانت واش تقدمي؟ احنا ما نجيش نحاسبوا في بعضنا، الانسان يكون مثقف، يكون اكبر واسمى، انه يزيد يقدم خدمه للجمعيات. هنا الخطا الثاني، كيفاش انا نروح نزيد نحاسب جمعيات نتاع المعاقين ونقول لهم راكم سرقتوا؟ شكون اللي سرق؟ اعطي الدليل، كيفاش سرق؟ شكون اللي سرق؟ اعطي الدليل. هنا اتهام اخر، اذا هنا راهي تهجى المعاقين وجمعياتهم. اجابه على السؤال تاع الاخ قال لي واش قدمت انت؟ لابد ان تتصل بكل الجمعيات عبر الوطن، من سطيف الى تمرست الى البويره الى قلمه الى خنشله الى بتنا، ثم استفسر على كل الاعمال اللي قدمتها انا لصالح هذه الفئه. انا لا اتكلم على الفراغ ولا اقول على فراغ، اكتشفت كل هذه المشاكل ميدانيا، اكتشفت التحايل، اكتشفت السرقات، اكتشفت المحتالين، اكتشفت من يسرقون اللقما من افواه هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصه. انا اول من نادت في المجتمع وقلت يكفي من كلمه معاق، لانهم ليسوا معاقين، لان الاعاقه فكريه، وقلت نادوهم بذوي الاحتياجات الخاصه. أنا أول امرأة اللي ناديت باحترام المرأة المعاقة، وهذه المرة في العيد الوطني للمعاقين تكلمت مع إطارة في الشرطة وقلت لها لابد أن اليوم في هذا اللقاء نتكلم على المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، هذه المرأة المظلومة في المجتمع بإعاقة صغيرة جدا، تحرم من الزواج وتحرم من احترام المجتمع ككل. نضالنا لذوي الاحتياجات الخاصة لا يكون على مواقع التواصل الاجتماعي، يكون في الواقع. وأنا 10 سنوات وأنا في صف ذوي الاحتياجات الخاصة، والحمد لله عندي ولات وعندي إطارات شرطة وعندي مجتمع مدني وعندي كل الشهود في المجتمع. أنا لم أهاجم ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنني أولا وقبل كل شيء ابنة المجتمع العميق، وأنا مع يوميا مع هذه الفئة. وأقول بأن هذا الشخص المصاب أموال الدنيا لا تعوضه على العذاب اليومي الذي يعانيه، وكفانا تشهيرا وكفانا كلام باطل. وإذا كان هناك رجل يدعي بأنه قادر فليقابلني في الميدان وأعطيه الدليل القاطع. أما هذه الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي هاجمتني وكلهم ضد الجزائر لأنني وطنية، وهم لا يتحملون نعم هذه الصفحات أعرفها، ما نخونوش الناس كنا جزائريين وكنا نحبوا بلادنا وكل واحد كيفاش يحب يخدم بلاده. يا أخي من يشتم واحد ما يزيد واحد على الف الوطنية، ما يشتموش الجزائر. لينتقد واقع تاع بلاده ما راهوش خائن. هذه صفحات، اسمح لي، لا خليني ماشي نهضر على ما تأولش كلامي أخي العزيز. أنا ما قلتلكش من يدافع هذه الشريحة هو خائن، لا، أنا قلتلك أن هذه الصفحات شتمت الوطن